لما نسمع كلام رئيس شي جين بينغ قبل كم سنة تصريح سري فيما بين المسؤولين بعدين هذا يتسرب الأخبار هو يقول أنه لما نصل إلى 2050 لا نريد أي أويغور يعيش لا نريد أي مسلم في تركستان الشرقية في تركستان الشرقية كل الأويغور بحلول عام 2050 إما يتم التصريح هذا تصريح للرئيس الصيني الحالي الحالي إما يصبح صيني أو يقتل هذا هو الهدف الآن يبغى يتخلص من التركستانيين كلهم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين طب إيه السبب اللي بيخلي حكومة الصين تقوم بهذا الأمر لأنه عندهم مشاريع مرة كبيرة لمهاجمة العالم كله فهم يحسبون أن التركستانيين هو العائق العائق أمام هذا الغزو أمام مشاريعهم التجارية خاصة على الشرق فهم يبغوا يتخلصوا من 30 مليون مسلم يعني هناك فكرة تقول أن التقرب من الصين مثلا أن الصين كقوة عظمى التقرب منها يكون نوع من إحداث التوازن ضد أمريكا مثلا هم يفكرون كده لكن هذا غلط ليه غلط؟ لأنه هم لا يعرفون الحقيقة الصين إيه هي الحقيقة؟ هم الصين بالفعل أخطر بكثير من أمريكا إزاي أخطر بكثير من أمريكا؟ زي الأقرب يعني الصين أمريكا لها قواعد عسكرية وتغزو العالم الصين على الأقل الوقت تتحرك بالاقتصاد ولا تتحرك بالجانب العسكري الأقرب لما تمسكه لين لكن يلدغ يضغ وهكذا هو الصين مثل هذا يعني من الظاهر هي لين جدا لكن طب إيه خطورة المشروع الصيني تحدث المشروع الصيني أولا نحن لازم نعود إلى القرآن الكريم القرآن الكريم وصف ماذا قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا هم مشركون هم أصلا ملحدون طبعا الملحد أشد من المشرك أمريكا أو اليهود حتى رغم عداوتهم ولكنهم أهل كتاب